من صلى على رسول الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغني. قال من صلى صلوا علي ليوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. يقول اللهم صل على محمد تذهب صلاتك إلى رسولك عليه الصلاة والسلام في طيبة ويرد عليك السلام. وفي بعض الأحاديث أن الله يقيض ملكا يستقبل ذلك الصلاة والسلام ثم يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام.